اليوم الجميع يعرفون طبيعة الخروقات لا الشكلية ولا على مستوى المضمون لا على مستوى الامتحان اللي منذ البداية عبارة محامون وناس في مهن القضاء والقانون على أن هذاك ماشي امتحان وأنه كان مهزلة كبرى زيادة على ما تفرع عليها من وزيعة عائلية وسياسية كانت مفضوحة بشكل كبير. لذلك لا داعي أن نعود لكل هذه الخروقات اللي مفضوحة واللي كل شيء الناس عارفينها واللي حجب التضامن الشعبي والناس أساتذة جامعيين متخصصين ومحامين ومجموعة من الناس اللي عندهم كفاءة وعندهم في التخصص هضروا على هذه الامتحانات وما شابها من فساد. لذلك سنقول أننا اليوم وصلنا لواحد القضية لواحد المعركة اللي بينات لنا بواحد الشكل صريح أن الفساد في هذه الدولة هو واحد الفساد اللي متجدد، واحد الفساد الذين أصبحنا نرى أن هذا الفساد أصبح مؤسسا. لذلك رغم التقدم ديال الدستور المغربي وديال القوانين المغربية ورغم أنه كان واحد مجموعة ديال يعني التقدم في الربيع العربي كنا واحد الاستثناء اللي جاب واحد المجموعة ديال الحقوق وواحد المجموعة ديال المقتضيات اللي فصلت بين السلطات واللي أعطت للسلطة القضائية واحد الاستقلالية، كنشوفوا أنه غير من خلال وزير العدل هذا الوزير المثير الجدل اللي ما عمره داز شي واحد بحاله في الحكومات المغربية المتعاقبة، كنشوفوا أنه أكثر من يسيء القضاء ويسيء استقلالية القضاء لا لشيء إلا من خلال تصريحاته التي تبين عن ضعف تكوينه السياسي والخطابي. السيد كيقول أنني أنه طلع على شكايات المرصبين فور متحطات كأنه هو النيابة العامة أو لا هو الوكيل العام أو وكيل الملك، فكيف يعقل أن هذا السيد أصبح يتدخل ويتطاول على صلاحيات ليست من اختصاصه؟ ثم من جانب آخر أننا قمنا بواحد المجموعة ديال الخطوات النضالية ليس رغبة في أننا بغينا نحتجوا بغينا نغوتوا، حتى حنا راه بغينا نمشيو نجلسوا نمشيو نقابلوا الدراسة ديالنا، كاين اللي عنده دراسات عليا كاين اللي خدام كاين اللي ما عنده ما يدير بهذا الصداع وما عندنا ما نديروا بشي صداع. لو أنه كانت هناك مؤسسات اللي استطاعت أنها تحاسب وزير العدل ولا مؤسسات اللي قدرت أنها تفتح واحد تحقيق نزيه وشفاف اللي قدر يترتب عنه المساءلة والمحاسبة ديال المتورطين في هذه المهزلة. لذلك حنا راه كنناضلوا لأنه ما كاينينش مؤسسات اللي قاموا بالأدوار ديالهم في المساءلة وفي الرقابة على كل هذه الأمور المفضوحة. اليوم حنا قدام واحد الفضيحة ديال الفساد اللي ما عمرها كانت بحالها. كان اللي كيقول لينا انه كاين المباريات كيتم التلاعب بهم ولكن ما عمرنا شفنا شي مباراه يتم التلاعب بها بهذا الشكل. دوك المباريات يمكن كان تلاعب ولكن كيبقى القانون محترم كيحترموا الشكليه ديال القانون وكيلعبوا بشي طرق اخرى، ولكن هذا السيد راه خرق القانون. وزير العدل الذي يجب ان يكون حريصا على حمايه القانون على حمايه القضاء وحمايه الوظيفه العموميه ولا الولوج للمهن هو اكثر من أساء القانون واعترف بعظمة لسانه أنه خرق القانون غير ما مر، يكفي أن يحاسب على الخروقات التي اعترف بها، وهذه الخروقات خرق واحد منها، يعني خروقات على عدد على كثرتها خرق واحد منها يستوجب خرق واحد منها يستوجب أن يلغى هذا الامتحان. احنا لا نطالب وزير العدل بأنه يدخلنا للمحاماة واللي دخلنا لشي مهن قضائية وقانونية، نحن نطالب بأنها تدار مباريات وامتحانات التي تضمن تكافؤ الفرص للجميع الذين يجتازون هذه الامتحانات، التي تضمن لنا الشفافية. اليوم الشباب المغربي ولا كيمشي كيدوز المباريات وهو موقن في قرارة نفسه أن ولد فلان وولد فلان وولد فلان هو اللي غادي يدوز، وحنا قبل هذه الامتحانات ديال المحاماة كانوا محامين وصحفيين معروفين يعني بالقرب ديالهم بالاطلاع ديالهم على ملفات يقولون ان هاد الامتحانات راه دارت على حساب ولد فلان ولد فلان ولد فلان. لذلك فكيف يعقل انه امام ما تسرب الينا وما تسرب الى نفوس ابناء الشعب وهاد الكفاءات التي انتجتها الجامعه المغربيه من ياس ومن حقره ومن مجموعه من الممارسات انها غتخلينا شنو هاد الشباب؟ واش بغيتهم يقتلوا راسهم كما كنشوفوا الان؟ اليوم كاين خطوات تصعيديه، كاينين بعض الافراد من المتضررين اللي قرروا انهم غادي يديروا اضراب عن الطعام. راه ماشي سهله ان بنادم يجي يقول لك انا راه باغي ندير اضراب عن الطعام،
كاينين الناس اللي قالوا لك انه غادي نحرقوا الدبلومات ديالنا، ما نفع هاد الدبلومات ديالنا وحياتنا كلشي كنقراو، وكاينين الناس دكاتره متخصصين في القانون في المجموعه وكيجوا كيدوزوا وكيديروا اوراق بحثيه ومجموعه ديال الامور وكيجي كيدوز امتحان وما كيدوزش فيه، في حين كيدوز واحد اللي ماشي شاد ربما اجازه في مؤسسه خاصه ولا كاع لها علاقه له بالقانون وما عنده حتى كيفاش يكتب نص او مقال. حنا راه المقالات كاينين بعض المقالات اللي تحطت في الغرفه الاداريه راه صاغوها الطلب المصابون عطاوها المحامين باش تحط، ولا تفوتنا الفرصة أنه نشكر المحامين الذين تطوعوا من أجل الدفاع عن الدفاع يعني عن هذا الملف العادل. الحمد لله رغم الحصار ورغم التوصيات من بعض الهيئات ومن بعض رؤساء يعني النقابات ديال المحامين كاين ضغط على المحامين باش أنهم ما يدخلوش في هذه القضية، ولكن عندنا محامين شرفاء وعندنا محامين حقوقيين اللي من ضمنهم السي عز الدين فدني اللي من ضمنهم الحبيب حاجي اللي قرروا انهم يتطوعوا في هذا الملف وخذوا على عاتقهم انهم كيتنقلوا من المدن ديالهم الى هنا من اجل اتمام هذه المساطر القانونيه والقضائيه. كما نشكر الهيئات والمنظمات الحقوقيه، لكن اليوم راه من بعد شهرين راه ما شفنا حتى شي خطوه، ما شفنا حتى بادره، ما شفنا حتى القضاء راه ما توجهناش ليه بواحد الشكل مباشر. القضاء ما مشينا ليه حتى يعني حتى جينا خلينا واحد الفتره ديال النقاش العمومي كان مفتوح، الاعلام كان مفتوح، كنا كنقولوا ان النيابه العامه من تلقاء نفسها ستتحرك، ان احدى المؤسسات الدستوريه من تلقاء نفسها ستتحرك، ان البرلمان المغربي ربما قد يقوم بانشاء لجنه لتقص الحقائق وقد يقوم بمساءله وزير العدل عما اقترفه، لكن للاسف يبدو لنا ان المتورطين كثر ويبدو ان كل واحد كيستنى حقه من الوزيعه، راه ما بقيناش امام دوله مؤسسات الا كل واحد كيجي الوزاره ولا كيجي المؤسسه ويستحوذ عليها. واحد كان في وزاره الفلاحه 15 عام عمرها باللون الحزبي ديالو بالاتباع ديالو، واحد كيدخل 5 سنين لوزاره العدل ولا شي وزاره اخرى كيعمر المحاماه والمهن القضائيه والقانونيه بالاتباع ديالو بالاقارب ديالو. هنا ربما المعطى الدستوري يفصل بين السلط، ولكن راه هنا ممكن انك تتدخل في السلط وهنا كتزرع المافيا ديالك اللي كتهدد استقلال القضاء وكتهدد استقلال هذه المهن المحترمه واللي غادي تجني على ابناء الشعب. واذا كنهضروا على هذه الحكومه فان هذا الامتحان المحاماه سيبقى وصمه عار على وجه وعلى جبين وزير العدل، وسيكون وصمه عار على جبين رئيس الحكومه وعلى هذه الوزاره وهذه الاحزاب المتورطه في هذا الشيء. واذا لم تتدخل مؤسسات الدوله وشرفاء هذا الوطن وهذه البلاد بسلطتهم فستصبح عارا على الدوله وعلى مؤسسات الدوله، واذا كان مثل هذا الفساد اللي كيوقع فهو يعزز قرار البرلمان الاتحاد الاوروبي ويعزز مجموعه من الامور، لانه وزاره العدل هي التي تسهر على الحريات وعلى الحقوق وعلى حمايتها. فكيف يعقل انه حنا كشباب وكخريجين ديال القانون كنشوفوا القانون ينتهك ودوله المؤسسات تضرب عرض الحائط، فكيفاش حنا الا فقدنا الثقه في الدوله في هذه المؤسسات فما هو المصير؟ لذلك ختاما كنقول ان اللجنه الوطنيه تدارست مجموعه من الخطوات النضاليه التصعيديه، وابتداء من هذا الاسبوع حنا ما غنبقاوش نعلنوا كل مره غادي ندير خطوه نضاليه، ولكن اليوم غادي نجسدوا خطوات نضاليه بما فيهم تضامننا مع القرارات ديال مجموعه من الافراد ومجموعه من المتضررين اللي قرروا انهم يديروا خطوه الاضراب عن الطعام. ونحن راه اي مساس باي شخص لا الاخ امين لا اي واحد الا السلامه والصحه ديالو يعني تهدد فيها ولا طرا ليه شي حاجه راه كنقولوا لهاد الدوله ولهاد المؤسسات تحملوا مسؤولياتكم، لاننا سنقيم الدنيا ولن نقعدها، وخير دليل اننا بعد شهرين لازلنا متمسكين بهذه القضيه. وشكرا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.